السلام عليكم يا جماعة، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. وأخيراً مقطع 100,000 بعد ما وصلنا 100,000. طبعاً زي ما تشوفوا يا جماعة هذا درع 100,000، وأقسم بآيات الله يا جماعة يعني حرفياً ما أدري إيش أقول لكم، وما أقدر أوصف لكم قديش أنا مبسوط. طبعاً بالمقاطع إن شاء الله بتشوفوه ورايا ولا جنبي هنا وهنا، ولكن مرة مرة شكرا يا جماعة، مرة مرة شكرا لأي واحد اشترك في القناة، أو لأي شخص كتب لي كومنت أو حط لايك أو شاف الفيديو أو قال لأي شخص عن قناتي أو نشر قناتي عنده بأي مكان. مرة مرة شكرا. وهذا الدرع مو درعي أنا بس، هذا الدرع درعنا كلنا. هذا الدرع درع أي أحد يحب قناة كايتوز ويحب مقاطع كايتوز وأي أحد ساعد كايتوز. فمرة مرة شكرا يا جماعة، ولسه يعني في كلام أكثر بقوله لكم. ولكن بمناسبة 100,000 نزلت لكم في اليوتيوب أسألوني بمناسبة فيديو 100,000، وباخذ أكثر أسئلة لايكات، فخلينا نجاوب على أكثر أسئلة أخذت لايكات. يلا أول سؤال معانا يقول: ليش فتحت القناة وليش تحب كايتو كيد لهذه الدرجة؟ والله يا جماعة أنا فتحت القناة لأني مرة مرة أحب إني أسوي هذا الشيء حرفيا يا جماعة. ترى أنا ما بدأت 2022 أسوي مقاطع، حرفيا يا جماعة أنا أسوي مقاطع من 2012. ها يا كايتوس كيف 2012؟ ب 2012 كان عندنا لابتوب ما أدري إيش اسمه بالضبط، توشيبا أو ديل أو شيء زي كذا. فأنا وأخويا وولد أختي كنا نفتح شاشة اللابتوب يكون فيه كاميرا صح، اللي كلنا كنا نغطيها عشان ما أحد يعني يتجسس علينا. فكنا نفتح اللابتوب ونصور مقاطع، نهبت أي شيء كذا، المهم إنه كذا نصور. وحرفيا يا جماعة بعام 2013 سويت قناة، ما بقول لكم إيش اسم القناة، ولكن حرفيا بعام 2013 لما كان عمري كم تقريبا 10 سنين أو 11 سنة، صورت مقطع يوتيوب كامل ومنتجته، وكان المحتوى طقطق على الناس لو تعرفوا يشلي. وقتها كنت مرة أحب يشلي، فسويت مقطع قلد يشلي وزي كذا، وكنت طقطق على الناس ومنتجت المقطع. وحرفيا كان عمري تقريبا 10 أو 9 أو 11، ولكن كان منتاج يعتبر أسطوري. وخلاص سوينا القناة وحاولت أنزل المقطع في اليوتيوب، لكن للأسف المقطع ما نزل لأنه وقتها كان النت جدا سيء. أتوقع وقتها النت كان 3G يعني مستحيل انه ينزل. فانا شخص احب هذا الشيء جدا، ومو بس احب اصنع محتوى على انمي، لا يا جماعه احب اصنع محتوى على الكوره، على الالعاب، على اي حاجه، على اي المواضيع العامه، المعلومات. ولكن حب الكونان والانمي طغى بشكل مو طبيعي. والسؤال الثاني اللي هو ليش تحب كايتو كيد؟ لانه يا اخي كايتو كيد شخصيه مره رهيبه. كايتو كيد ما هي شخصيه مثاليه، ولكن كايتو كيد يخليك تستمتع معه وتعيش معه احداث جدا مو طبيعيه. واستغرب من الناس اللي يقولوا انه لا كايتو كيد ما يتقارن بكونان ولا اكاي ولا حتى مثلا ايرن ولا لوفي. يا جماعه مو لازم الشخصيه تكون كتابتها اسطوريه وعندها ماضي وتطور كتابه، لا مو شرط زي كذا. انا حبيت كايتو بسبب تصميمه، بسبب الانمي حقت كايتو، بسبب انه نفسها الشخصيه كذا فرحتني. مو شرط الحنكه ولازم الشخصيه تكون كتابتها اسطوريه وماضيها وتطور الشخصيه، كلام فاضي. فانا حبيت كايتو كيد لانه عجبني من كل النواحي، تصميم الشخصيه، شخصيه الشخصيه، الانمي حقت الشخصيه، تدخله باحداث كونان الانمي اللي انا مره احبه، قصه كايتو كيد، الاحداث اللي تصير مع كايتو كيد. وكايتو كيد اصلا انمي غريب، كيف مؤلف الانمي اقنعني انه نحب حرامي؟ فهذا السبب اني احب كايتو كيد. احس اني مره طولت في الاجابه. والسؤال اللي بعده: من اي بلد انت افضل 3 انميات بالنسبه لك؟ طبعا انا ساكن بالسعوديه وتحديدا في جده. بخصوص افضل 3 انميات بالنسبه لي، كونان ون بيس، وفي المركز الثالث بعض الاحيان يكون اتاك، بعض الاحيان يكون هانتر. فمدري والله، المهم انه افضل انمي كونان، وبعده ون بيس، وبعده هانتر اتاك، اللي يجي. والسؤال اللي بعده: ليش تلبس كمامة؟ طبعا هذا أكثر سؤال جاء عليه لايكات، وأكثر سؤال أنسأله من وقت ما فتحت القناة. يا جماعة خليني أقول لكم إياها بالصريح، يا جماعة أنا شخص ما أحب أهتم بمنظر وجهي أبدا، حرفيا كذا أنا نص حياتي أو كل يوم أقوم من النوم أنا دوب صاحي من النوم أنزل الشارع كذا حرفيا، وأحيانا أول ما أقوم من النوم أصور. فمشوار يا اخي بكل مقطع لازم اضبط وجهي واطالع في المرايا، لا انا ما احب ابدا هذا الشيء، احب اني البس الكمامه والبس الكاب واصور على طول. وبنفس الوقت يا جماعه انا مره عاجبني شكلي بكمامات، معليش يعني حاسس انه كذا كاركتر شخصيه كايتوس بالكمامه هذه، واذا شلت الكمامه ترى حرفيا الشخصيه تقلب كذا، بكون بني ادم ثاني. الا بهذا المقطع، بهذا المقطع حرفيا انا احمد كايتوس. في المقاطع اللي قبل حاسس اني كذا محدود شويه بالمحتوى، لازم اكون رسمي شويه عشان المحتوى، ولكن بهذا المقطع انا حرفيا انا اللي بتشوفني بالشارع انا الان جالس قدامكم ترى. فجوابي ليش انت تلبس كمامه؟ عشان انا ما احب اضبط وجهي لما اصور، وعشان كاركتر كايتوز احسه في الكمامه احلى. ايش كاركتر كايتوز؟ انا ايش قاعد اقول؟ فيب يا جماعه. والسؤال اللي بعده: من اكثر 3 شخصيات مفضله لك بكونان، بنات او اولاد؟ طبعا من ناحيه البنات كونان وكايتو كيد وامورو، ومن ناحيه البنات بيلموت وهايبرا، وحط بعضهم اي احد يعني، بتحط مثلا يوكيكو، بتحط
بتحط كير بتحط جودي اي احد. ها كايتوس وين ران؟ يا عمي ران مع طوبة حط ران مع بيلموت وهايبر ورب تخسي. اوكي ران شخصية كويسة كده طيبة لطيفة، ولكن تنحط مع هايبر وبيلموت يا عمي مستحيل تخسي. ترى امزح امزح. اوكي المركز الثالث ران خلاص عشان ما حد يزعجني بالكومنت او يقول لي اي شيء. ولا اقول لكم في المركز الاول ران بعدين بيلموت بعدين هايبر. خلاص كده راضين. والسؤال اللي بعده، متى بدأت تتابع كونان؟ طبعا زي اغلب الناس كلنا بدأنا نتابع كونان ايام سبيستون، ما ادري 2007 2006 2008، لكن بدايتي الفعليه لمتابعه كونان كانت عام 2013 او 2014. هذاك الوقت اللي حرفيا بدأت اتابع كونان، كنت ادخل مواقع وابحث عن حلقات كونان مترجمه واشوفها اسبوع باسبوع. فخلينا نقول انها من 10 سنين او 11 سنه. فيب يا جماعه هذه كانت تقريبا اكثر 5 اسئله جابت لايكات، فخليني دحين اقول الكلام اللي بقلبي لكم. شوفوا يا جماعه بكل امانه، انا لما فكيت هذه القناه ما كنت ابدا متوقع اني اوصل لهذا العدد. صح البعض يشوفوا عدد مره قليل انه يا كايتوس ترى في ناس وصلوا 10 مليون و30 مليون و20 مليون، ولكن انا بالنسبه لي اشوفه عدد جدا كبير. وبكل امانه يا جماعه هذا الشيء اول مره اقوله، ولكن ابدا يا جماعه ما كنت مخطط انه اخلي محتواي عن كونان. والى الان يا جماعه انا ما اعتبر قناتي محتوى كونان، وباذن الله يا جماعه بالايام جاية بتشوفوا محتوى أكثر عن أنميات ثانية. ولكن لا تخافوا يا محبين كونان، الأولوية الكونان. يعني إذا نزلت 3 مقاطع بالأسبوع بيكون مقطعين عن كونان ومقطع مو عن كونان. فلا تخافوا يا جماعة، أنا أصلاً ما أنزل عن كونان لأني أنا أبغى أنزل عن كونان، والله إني أنزل عن كونان لأني أحب كونان. يا أخي أحبه يا أخي يا أخي، أقسم بالله شيء مو طبيعي. فأنا لما أجي أصور مقطع الكونان مو اوكي هو عشانكم، ولكن انا انبسط وانا اصور مقطع الكونان. انا مره احب اصور مقاطع كونان، فمستحيل اقطع عن كونان، فلا حد يخاف. طبعا يا جماعه بكل امانه انا اشوف الرقم اللي وصلته جدا كبير بالنسبه لي، ولكن انا اطمح لرقم اعلى من هذا، واشوف انه هذا الرقم بدايه لارقام جديده. وباذن الله يا جماعه بالايام الجايه اني اوصل لارقام اعلى. وللان انا واثق بربي، وانا عندي ثقه جدا كبيره بالله انه الى الان ما جاء وقت كايتوز الحقيقي، الى الان ما جاء الوقت اللي كايتوز يطير مشتركين بشكل مو طبيعي، لأنه هذا الوقت ربي كاتبه لناس معينين. واثق بإذن الله أنه ربي اختار أنه ينجحني بالوقت المناسب لي، وبإذن الله خير. وأدري أنه هذا المقطع مرة عشوائي، مرة أشكركم، مرة أقول لكم نصيحة، مرة أقول لكم شيء عني، مرة أجاوب على الأسئلة، ولكن بنهاية المقطع حاب أشكر أشخاص ساعدوني جدا بهذه القناة، ولولا الله ثم هذه الأشخاص كانت القناة هذه ما وصلت لهذه الدرجة، ولا أحمد كايتوس وصل لهذه الدرجة. وأول شخص حاب أشكره هو سالم اللي منتج مقاطع لمدة شهرين ونقل مستوى مونتاج مقاطع بشكل مو طبيعي، فشكرا يا سالم. وثاني شخص زياد او ليو، الشخص اللي يسوي لي الثمنيلات للمقاطع، وشفتوا كيف الثمنيلات صارت جدا جميله وتجذب ناس اكثر. والشخص اللي بعده كيلر اللي ساعدني مره كثير بمحتوى كونان وبمعلومات كونان. والشخص اللي بعده الاسطوره فيصل اللي ذكرت اسمه باكثر مقطع، واي مقطع اسويه لكونان لازم اول شيء اتاكد من معلوماته عن فيصل، فشكرا يا فيصل. والشخص اللي بعده رائد اللي تقريبا كل افكار مقاطع ون بيس في القناه رائد هو اللي اعطاني اياها، فشكرا يا رائد. والشخص الاخير هو خالد، ما ادري يا خالد اذا انت بتتفرج هذا الفيديو او لا، بس انت الوحيد اللي ما حشكرك، ولما نشوفك نتفاهم. وبس والله يا جماعه هنا وصلنا لنهايه المقطع. كل امانه كنت ابغى الفيديو يكون مميز اكثر، ولكن هذا الشيء اللي طلع معايا. اتمنى انه المقطع عجبكم، واذا تبوا مقاطع اكثر اسئله شخصيه عني انا مو عن الانمي او انمي كونان اكتبوا تحت في الكومنت. وبس والله يا جماعه لا تنسوا تشتركوا في القناه وتحطوا لايك، وحسابات التيك توك والانستغرام تحصلوها تحت في الوصف. كان معكم احمد اوكايتس ومع السلامه.